ونحن على أبواب الشهر الفضيل يكف شباب متطوع لتحضير على مساعدة أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة من خلال جمع التبرعات وإعداد القوائم مجموعة للمعاينة الملفات اللي استقبلناها يروحوا هما يعينوها ويشوفوا الوضعية تاعها الحقيقية والمجموعة الثانية تخرج بجمع التبرعات كان الجماعة يخرجوا للسيبيرات والمحلات والأسواق وجماعة تخرج للأحياء الشعبية الحصيله النقديه نخنجملوها حتى نهايه الشهر قبل رمضان نروحوا للناس اللي تبيع بالجمله اسمها هما اللي بينقصوا لنا في البريل هذوك المواد الغذائيه اللي حنشريوها اما المواد الغذائيه حنا لها الحصيله تاعها ونديروا الجرد تاعها الملفات كاين ناس يجيبوا لنا ملفات تاعهم هنا ندرسهم حاله بحاله كان الناس اللي يجيو يقولوا لنا عليهم بلي ناس محتاجه نبعثوا الفريق تاعنا يروح يزيد يدير معاينه ميدانيه نتاكدوا من الحاله تاعهم بعد ما نتاكدوا من الحاله جميعا في حدود المقدور تاعنا تاع واش وجدنا قفف نديروا الاولويات اقبال للمحسنين على التبرع رمضان 22 ما نقولوش يكون صعيب علينا بزاف فضل الله كبير والخيرين والصالحين يغصونا بالبلد إن شاء الله نحاول بقدر المستطاع أن نجهز أكبر عدد من القفف لهذه العائلة المعوزة والله ولي التوفيق رمضان هو شهر العبادة وشهر الخير الثاني على بها لازم كل واحد يسي كين حتى جيران يباتوا بالعشاء والجار على بالوش يسير العمل الخيري خلال هذه الايام المباركه بوتيره حسنه رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه التي خلفتها الجائحه والهدف هو ضمان مائده افطار كريمه لكل الجزائريين